المؤتمر دافز على فكرة أسس عام 71 ميلادي. نعم. شوابس الرجل الذي أسس هذا المركز هو أستاذ في الاقتصاد والهندسة، ويعني تطور هذا المؤتمر من ذلك الوقت إلى الآن ليصبح أهم منصة اقتصادية دولية في العالم، يحرص على حضورها رؤساء دول ووزراء معنيين ورجال أعمال، وهو حوار مهم جدا لأنه دائما يطرح كثير من القضايا المهمة. المملكة العربية السعودية من سنوات ومن 2015 بالذات وهي وقعت اتفاق مع هذا المؤتمر المهم اقتصاديا عالميا لأن يكون هنالك مشاركة سعودية فاعلة. المملكة عضويتها في مجموعة الـ20 مهمة، استثماراتها الخارجية مهمة، وضعها الاقتصادي عالميا مهم، دولة منتجة لأهم سلعة عالميا وهي من أكبر منتجين العالم في هذا الجانب. فالجميع يريد أن يعرف ما الذي يحدث في السعودية على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. هذا الحضور الكبير اللي يعني وفد رأسه سمو وزير الخارجية، وحضور أيضا وزير الدولة للشؤون الخارجية معالي الأستاذ عادل جبير، حضور وزير الاتصالات وحضور وزير الصناعة وحضور سمو الأميرة ريم وزيرة سفيرة المملكة في واشنطن، وكل الحضور الوزاري ورؤساء المشاريع الكبرى في المملكة ومعالي وزير الاستثمار أيضا. هذا كله حضور مهم جدا لأنه الجميع يريد أن يفهم اقتصاديا سياسيا ما الذي يحدث. صحيح. عشان تشرح ما الذي يحدث هناك أنت بحاجة إلى كل هذه المنظومة التي تتحدث. أيضا قطاع السياحة كان ممثل يعني بشكل واضح بسمو نائبة الوزير، وهذا الاتصالات طبعا وزير الاتصالات موجود فيها. والميزة أنه يعني الكل على سبيل المثال مثلا الهيئة الملكية للرياض موجودة، نيوم موجودين، المشروعات الكبرى الضخمة في المملكة يعني موجودة. فالكل يريد أن يعرف أين تتجه المملكة، أين سوف تنفق مشاريعها التنموية، كيف تتجه في رقمنة النظام الاقتصادي في المملكة، التدريب، الشؤون يعني فيما يتعلق بالبنى التحتية. ولذلك حينما تم الحديث أن نيوم ليس حلم، كنا نعتقد زمان لما بدأت الجبيل وينبع كمدن صناعية أنها حلم، بالفعل هي في بدايتها كانت حلم ولكنها أصبحت واقع.